طبعا المربي رياض كامل مدير مدرسة مار يوسف في الناصرة، يعني حصلتم على المرتبة الأولى في التفوق والدراسة وكل هذه الأمور من قبل وزارة المعارف، وشهادة ورسالة أيضا، احكي لنا شوي. أولا لا أعرف من هو صاحب المرتبة الأولى ولا صاحب المرتبة العاشرة، ما أعرفه حسب هذه الرسالة. أننا ضمن 10% من المدارس المتفوقة في البلاد. نعم هناك بعض وسائل الإعلام التي تضعنا في مراحل متقدمة جدا، وفي الحقيقة ليس بين يدي سوى هذا المستند، ونحن سعداء وفخورون جدا بهذه الرسالة وبهذا النجاح. نعم أستاذ الكريم، تحكي لنا شوي كيف المدرسة، يعني كيف أنت ذكرت آنفا بأنه يعني هذه ليست هي المرة الأولى، هنالك يعني تلقيتم في مرات قادمة في عدة مواضيع، شهادات تفوق مرات سابقة. نعم، بتحكي لنا شوي كيف المدرسة، شو المنهج اللي بتتبعه المدرسة لحتى تضلها في مستوى التفوق هذا؟ الواقع كما ذكرت ليست هذه هي المرة الأولى التي تحصل المدرسة فيها على شهادات تقدير من وزارة المعارف، وذلك في مواضيع عديدة متنوعة ومختلفة. استطعنا أن نحتل مواقع متقدمة حسب معطيات وزارة المعارف، سواء في نسبة تحصيل شهادات البقروت وفي نسبة المتميزين أيضا في سنوات سابقة. لكن هذه الشهادة مختلفة بعض الشيء، لأن وزارة المعارف بالاتفاق مع منظمة المعلمين فوق الثانوية التي أحرزت هذا الإنجاز الذي يخول أو يفرض على وزارة المعارف، أو يسمح لوزارة المعارف أن تعطي مقابل للمعلم على المجهود الذي بذله. وأنا فرح جدا بالرسالة لأنها تتطرق ليس فقط إلى الإنجاز في نسبة النجاح في البقروت، إنما تطرقت إلى النواحي التربوية وإلى المجهود الذي يبذله المدير والإدارة كي تصل المدرسة إلى مستوى تربوي ومستوى أخلاقي، بمعنى أننا بذلنا مجهود الوصول إلى جميع الطلاب. أما بخصوص النقطة الثانية التي ذكرتها، فنحن نتحدث عن مجموعة نعتز بها ونفتخر بها من المعلمين. لدينا طاقم معلمين أصحاب شهادات وأصحاب تجربة، والأهم من هذا وذاك لدينا طاقم من المعلمين الذين يعطون بكل صدق وبكل إخلاص. والنقطة الثانية في سبب هذا النجاح والعلاقة المميزة، هذا ما يجب أن نركز عليه ونعيد عليه في كل سنة. نحن نبذل مجهودا كبيرا للحفاظ على نسيج الطلاب وعلى علاقة مميزة بين المعلمين وبين الطلاب. على هذا أريد أن نأخذ شهادة. نعم أستاذ الكريم، سؤال أخير لك إذا بتسمح لي، في عندك إنه وزارة المعارف عم تعطي شهادات، هل بتشوف إنه هنالك دعم من قبل وزارة المعارف للمدارس الأهلية في الناصري أو لمدرسة مار يوسف، هل دعم كافي من جميع النواحي وليس فقط من ناحية مادية أو كذا وكذا؟ يعني أنت مصرة على إدخالي إلى الجانب من جميع النواحي الذي يخص في الواقع كل المدارس الأهلية. لا أريد أن أدخل في تفاصيل هذا الموضوع، ولكني ما أستطيع أن أقوله أن المدارس الأهلية حقيقة تعاني من تقليصات أجرتها وزارة المعارف في السنوات الأخيرة، وهذا قد يمس بمستوى العطاء وما اعتدنا عليه في السنوات السابقة قد لا نستطيع أن نقدمه لطلابنا من ناحية. من ناحية ثانية، نحن لا نريد أن نثقل على طلابنا، لأننا نريد أن نحافظ أيضا على الأهل، ونعلم جيدا قدرات الأهل و
في الواقع ليس قدرات الأهل، إنما ما يتعرض له مجتمعنا في الآونة الأخيرة من حاجيات مادية ونواقص في هذا المجال.